قد سجلنا تقريبا 1000 حريق بمساحة إجمالية تقدر ب 6400 هكتار. من هذه فيها غابات 23%، أدغال 31%، و 46% من الأحراش. في هذه الحرائق صارت في تقريبا 38 ولاية. الولاية أكثر تضررا هي ولاية تيزي وزو، تيس مسيلت، مدية، بجاية وعين الدفلة. تقريبا عندنا 17 حريق يوميا، لكن في الآونة الأخيرة يوم 25 26 و27 سجلنا 112 حريق، أي بمعدل 37 حريق يوميا. تقريبا يعني شفنا باللي الجزائر عاشت في الايام الاخيره او تقريبا يعني الشهر من درجه الحراره كانت مرتفعه ورياح قويه، كانت هذه درجه الحراره والرياح كانت عاونت في عمليه انتشار الحريق. نعم شفنا احنا في الفيسبوك وعبر الانترنت ولا نشوفوا باللي الحيوانات يعني داروا صور تاع حيوانات، الحيوانات يعني لا شفنا القرد هذاك، القرد الماغو لوسانج ماغو موجود في الجزائر يعني ما عندوش ديل، ولكن في الصوره اللي ورونا يورونا قرد ميت وعنده ديل، هذا ما عندناش غير موجود في الجزائر. يعني شفنا صوره واحده اخرى تاع قط محروق وبجانبه ما فيش اثر حرائق، القط يعني وجده الغابه، ما شفناش قط يدور داخل الغابه. كذلك شفنا عش من تاع الطير محروق والبيض غير محروق، هذه ما نظنش باللي تكون الطير يقدر يهرب وكيفاش يتحرق الطير، والبيض مازالوا يعني بلا معال ديالو ابيض ناصع. فيه تضخيم يعني صراحه فيه تضخيم في الارقام وفي تضخيم يعني في الحيوانات اللي ماتت. هذه احنا ما شفناش كاداره ما عطوناش على المعلومات. فيه قرد واحد اللي ميت في ولايه البويره. الناس يقول باللي هما العيد وفيه الفحم، ما تنساوش باللي نعم احنا عندنا شركات يعني خاصه او لي زونتربريز دي بتيت انتربريز يقوموا بعمليه التفحيم، وعمليه التفحيم يعني هي عمليه تدوم تقريبا يعني الانسان كيخرج الفحم ولا يومين، يعني يقوم تقريبا يومين باش يوجد الفحم ديالو، وهذو لي زونتربريز اوتوريزي يعني راهم مسجلين عندنا ويقوموا بعمليه يعني التفحيم. والتفحيم هذا فيه تقنيات، لكن الناس اللي يقولوا باللي الناس يشعل الغابه باش يبيع الفحم يتباع لهم في الحطب محروق، وهذا يضر بصحه المواطن اكثر. حرق احنا في القانون او ممنوع يعني استعمال عمليه اشعال النار داخل الغابه او 1 كيلومتر على الغابه، لكن نشوفوا الناس يعني على بالكم باللي الغابه الجزائريه فيها سكان داخل الغابه او مجاوري الغابه يقوموا باعمال يعني يوميه، وكاين اللي يقصدوا باش يحرقوا يعني باش يكبروا يوسعوا المنطقه تاعهم، او بغير قصد اللي كاين الناس يعني بنيتهم يقوموا بالاعمال يوميه وكيشعلوا النار تكبر لهم وتروح يعني تهرب وتوصل حتى الغابات وتكون فيها كارثه.